مشاهدينا، منسق شبكة شمس لمراقبة الانتخابات هوغر جدو ينضم إلينا من أربيل. سيد الكريم مرحبا بك. بيان المفوضية ذكر أن 70% من الناخبين هم جاهزون للتصويت، لكن مراكز مراقبة تقول إن نسبة المشاركة يعني ربما لن تتجاوز 30%. كيف تعلق على هذا سيد الكريم؟ شكرا جزيلا، تحية لك ولمشاهدي يو تي في. الأمر ما تم ذكرها يعني يوجد ملفين مختلفين. ما على المفوضية الانتخابات أن تبذل كل جهودها من أجل توفير الفرصة الملائمة للناخبين للتصويت، ومفوضية العليا المستقلة وفقا للقانون يعمل من أجل استعداد إلى انتخابات 100%، أي بمعنى من حيث العدة والمراكز والأوراق الاقتراع يجب أن يكون كاملة على حجم الناخبين اللي من حقهم أن يصوتوا في الانتخابات القادمة. وعلى هذا الأساس تم وضع قاعدة انتشار مراكز والمحطات الاقتراع في تصويت الخاص وفي تصويت العام. لكن نسبة مشاركة، لأن الانتخابات وفقا للدستور حق، ونسبة 70% اللي لديهم بطاقات البيومترية واستلموها وأيضا البطاقات المؤقتة، فهذا أيضا لا يدل على نسبة المشاركة. بالأحرى نسبة المشاركة مرهون بالمواطن ومرهون بالجهود اللي تبذل من قبل المفوضية وجهات أصحاب المصلحة. يعني سيد هوغر، بمناسبة نسبة المشاركة، يقول الخبراء أن نسبة المشاركة مهما بلغت لن تلغي نتائج الانتخابات، يعني حتى لو 10 فقط شاركوا فيها. إذن ما قيمة المقاطعة من بعض القوى في هذه الانتخابات؟ كلام سليم. من حيث القانون نسبة المشاركة لا تخل بشرعية قانونية للانتخابات. على سبيل المثال، إذا كان بغداد عبارة عن 17 دائرة انتخابية، فرضيا بالدائرة الأولى كان نسبة المشاركة 10%، فسوف يكون هناك 4 نواب يصعدون إلى مجلس النواب ويأخذوا مقاعد في مجلس النواب، وفي دائرة يعني 15 كان نسبة التصويت فرضيا تصل إلى 80%، فأيضا هم 4 مقاعد لديهم ويصعدون إلى مجلس النواب. فهنا نسبة المشاركة قانونيا لا تؤثر على الانتخابات، لكن في كثير من التجارب الناجحة وكثير من القوى الفاعلة لديهم رأي بأن عادة نسبة المشاركة في بلدان يعني ذو تحول ديمقراطي، ممارسات الديمقراطية ليس راسخة، فنسبة مشاركة تعطي شرعية سياسية. يعني بمعنى آخر، إذا نظام سياسي أتت من وحي التجربة الموجودة بنسبة 60% تختلف عن نسبة 30%، أي بمعنى هناك تأييد شعبي، تأييد جماهيري لنظام سياسي قائم. فهنا كإطار قانوني لا يوجد نسبة معينة تخلي انتخابات شرعية أو غير شرعية قانونا، لكن الأمر مرهون بالشرعية السياسية. وعلى هذا الأساس دائما هناك حملة تشجيع للمشاركة في الانتخابات، ودائما نطالب واضح جدا سيد هوغر. منذ فترة نتابع مدن الاحتجاج، بعض الاستطلاعات ذكرت أنها ستشهد عزوفا واسعا في هذه المدن، أقصد يعني برأيك كيف يؤثر ذلك في أوزان القوى الشيعية؟ من وجهة نظري يعني نسبة المشاركة جنابك بالأول وشخصت محافظات محددة معينة، أنا بتقديري في علم انتخابات الناخبين في كل العالم وليس فقط في العراق تقسم إلى 4 بلوكات، 4 يعني قوام نسبي، منها 25% اللي هم منتمين للأحزاب اللي هم يعملوا في إطار عمل الحزبي، وهذولا دائما متوقعة نسبة كبيرة منهم يشاركون، رغم ما في العراق هناك قوى سياسية قاطعت عمل الانتخابي، وصل إلى 26 تيار وفصيل بأن قاطع عملية الانتخابية. فهل تؤثر كما نوعا على هذا النسبة؟ فإحنا تقديرا نقول في أدنى الأحوال سوف يكون هناك 25% يشترك من الناخبين.
25 الآخر اللي هم لديهم اهتمام للشأن السياسي لكن غير منتمين وممكن يشتركوا أو لا يشتركوا، هذا تبقى على الحملات اللي يقوم به المفوضية، نظام الانتخابي، مفاجآت في العمل الانتخابي قد تحصل تشجع الناس مثلا يندمجوا بالعملية الانتخابية، هناك تنافس في دوائر معينة بين كتلة وكتلة يشجع الناس أن يشتركوا لاختيار مرشح اتجاه مرشح آخر. نعم. هذا كلها برمتها تصاعد وتيرة نسبة وفقا للمؤشرات اللي إلى اليوم نحن قائمين عليه. للأسف لا يوجد مؤشرات تدل بأن سوف ترتفع نسبة المشاركة عن الانتخابات السابقة أكثر. نعم. منسق شبكة شمس لمراقبة الانتخابات هوجر جدو سيد الكريم، مرة أخرى شكرا لك.